لكن ايضا جزء اخر مهم جدا بالمنتخب الوطني المصري. وخلاص انت بعد بكره اول مباراه ليك في بطوله الامم الافريقيه امام منتخب زيمبابوي. البعض بيستهين شويه بهذا المنتخب، بالعكس منتخب قوي جدا، عنده عناصر قويه جدا، ابرزهم خاما بيليت لاعب هذا المنتخب، ولو كلكم تفتكروه كان بيلعب في سان داونز في فتره من فترات، واعتقد هو دلوقتي بيلعب في كايزر تشيفز الجنوب افريقيا. فبالتالي لعيب مميز جدا، مش هو بس، عنده لاعبين مميزين جدا منتخب زيمبابوي. لكن الازمه هنا فين؟ مفيش ازمه ولا حاجه ان شاء الله، لكن الاختلاف هنا فين؟ في منتخب مصر، بالتحديد فيما يتعلق بحراسه المرمى، وده يمكن سؤال حلقتنا واكيد هنتفاعل مع حضراتكم على مدار الحلقه. لكن بالمناسبه يعني في اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها دي، وبناء على المعلومات اللي وصلت لنا من منتخب مصر الاول وفي اطار استعداده لبطوله الامم الافريقيه، الخلاف على من يحرس مرمى منتخب مصر. هل هو محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، ولا احمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز؟ بس جنش حارس ثالث في صفوف المنتخب، الموضوع ده خلاص تم حسم الامر فيه بشكل نهائي. جنش ليس في حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر كحارس اول، طبعا هو اضافه اكيد لمنتخب مصر، ويلعب حتى لو لعب او لو تم الاستقرار في النهايه ان جنش يلعب، كلنا ورا جنش وكلنا بنسلم جنش وبنشجع جنش عشان منتخب مصر امر مفروغ منه. لكن الخلاف دلوقتي ما بين مين؟ ما بين مستر اجيري اللي بيفضل، اللي هو المدير الفني منتخب مصر، بيفضل البدء بمحمد الشناوي، وده عن قناعه تامه منه بمستوى محمد الشناوي بشكل كبير جدا، وشايف ان ده انسب حارس لمنتخب مصر خلال هذه الفتره. في المقابل الكابتن احمد ناجي المدرب القدير لحراسه المرمى في منتخب مصر بيفضل اللاعب احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز. اختلاف جيد في الحقيقه. هتقول لي ازاي اختلافه جيد؟ هقول لك، لان هو بيتكلموا في صالح المنتخب، بيتكلموا الاصلح كل وجهه نظر كل واحد، في الاخر اكيد هيستقروا على مين هو الحارس الاساسي. حتى الان الاقرب هو محمد الشناوي، حتى هذه اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها هو محمد الشناوي. قد يحدث في الامور امور بكره بعده قبل المباراه ويلعب احمد الشناوي، لكن مستر اجيري متمسك تمسك كبير جدا بالبدء بمحمد الشناوي في ظل المحاولات التي يقوم بها الكابتن احمد ناجي للبدء باحمد الشناوي كحارس مرمى منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. اختلاف صحي واختلاف في مصلحه المنتخب، وباذن الله باذن الله الاختلاف ده يؤدي في النهايه للاختيار الصائب، سواء كان هو اختيار مستر اجيري واللي بيتمثل في محمد الشناوي، او اختيار الكابتن احمد ناجي واللي بيتمثل في احمد الشناوي. كل واحد فيهم عايز مصلحه المنتخب، كل واحد فيهم عايز الاقوى والاقدر واللي يقدر يساعد المنتخب في تحقيق الهدف المرجو والاساسي والاسمى، وهو تحقيق اللقب. فخلال خلال بكره بكتير، وطبعا قبل المباراه هيكون تم حسم هذا الامر بشكل نهائي جدا، وممكن خلال ساعات قليله كمان يتم حسم هذا الامر بشكل نهائي. لكن زي ما قلت لحضراتكم، حتى الان الاقرب للبدء في حراسه مرمى منتخب مصر هو اللاعب محمد الشناوي.